صوتك العالي دليل على ايه؟ ضعف موقفك معروفه. فشعار المرحله الثبات الانفعالي، لو شموا فيك ريحه الخوف خلصت، كل سنه وانت طيب. لانه من اكتر الحاجات الحساسه بالنسبه لاي بيرنت انه يحس انه بيفقد السيطره، وده بالظبط اللي هيحصل لو ابتديت تتعصب وتحطب. فكل ما تجعجعي كل ما يحس انه رده عليكي هزك وانه ابتدى يبقى ند ليكي. فنبعد خالص عن العبارات اللي بتبين دهشتنا او خضتنا من الكلام اللي سمعناه، زي مثلا انت ازاي تكلمي كده، او انت ما ينفعش تكلم ابوك بالطريقه دي لانه لسه مجرب ونفع، بدليل انك واقف تتنطط اهو، فهو بالنسبه له كده نفع جدا كمان، ولو انت ما خدتش بالك وممكن يوريك الاعاده ومن كذا زاويه. فكل ما تبقي هاديه وكونتينت كده ويا مركب ما يهزك ريح، كل ما هو يحس ان انت واثقه من نفسك ومسيطره وعارفه انت بتعملي ايه، فما يحسش ان هو ند ليكي. رجعنا لحضراتكم مرة تاني، ومعانا دلوقتي وهتنضم لنا عن طريق التليفون صناعة المحتوى الأستاذة رحاب بكار. هنعمل معاها مكالمة لتكلم فيها عن الفيديوهات اللي بتتكلم فيها بشكل لطيف جدا وخفيف جدا، ومن خلال كمان الكتب إن هي إزاي بتساعد الأمهات في تربية أولادها، تربية الإيجابية، تربية الحديثة، يعني ليها مصطلحات كتيرة جدا. تعالوا نتعرف منها أكتر عن تجربتها وأهم الكتب اللي ممكن تفيدنا في تربية أولادنا. أهلا بيك يا رحاب. هاي، ازيك؟ هاي، ازيك انت؟ مساء الخير. كله حلو، مساء الفل. ازيك؟ انا مبسوطه جدا بالتجربه بتاعتك، ومفيش ام فينا مش محتاجه التجربه دي، ومفيش ام فينا ما بتمرش بشويه صعوبات، اذا كان في فهم الولاد، اذا كان في التصرفات، اذا كانت في اخطاء احيانا بنقع فيها غصب عننا. كلميني شويه عن الفيديوهات اللي بتعمليها وجات لك ازاي. الفيديوهات اللي بعملها جاتلي ازاي؟ جاتلي من اللي انت بتقوليه ده، ان احنا كأمهات كلنا عندنا صعوبات في التعامل مع اولادنا، وعلشان ما نكررش نفس الاخطاء اللي كل الناس بتعملها، ونبتدي كده من بيس فيها نوع من العلم ونتخطى اخطاء اللي قبلينا، فانا قررت ان انا اقرا عن التربيه، افهم اكتر عن طريقه التعامل مع الاولاد وكده. والحمد لله ان الفتره الاخيره اخر 10 15 سنه في توعيه جامده، وفي ناس كتير مهتمه بالبوزيتيف ديسيبلين وطرق التربيه الحديثه. طبعا. بس في حته واقعه مني، اللي هي الولاد لما يتعاملوا مع بعض انا دوري بيبقى عامل ازاي؟ يعني مش علاقتي انا بيهم، لا، في علاقتهم هم ببعض انا اعمل ايه؟ حلوه النقطه دي قوي. ما كنتش لاقياها خالص لحد ما لقيت كتاب اسمه سيبلينج وداوت رايفلري، لقيت فيه بقى اجوبه كتير جدا على المشكله دي. فعملت فيديو لخصت فيه شابتر مهم قوي في الكتاب، والفيديو ده كنت قصده بيه اني يعني ابعته لصحابي اللي عندهم نفس المشكله، وقلت اسيبه بابليك، يمكن لو اي حد عنده نفس المشكله ووقع في ايده الفيديو يبقى موجود يساعدهم. بالظبط كده، وفعلا الفيديو ده عمل مشاهدات ما كنتش متوقعاها ابدا، يعني عمل 250,000 مشاهده، وانا الاكونت بتاعي ما كانش فيه حد اصلا. طب قول لنا بقى كده الملخص بتاع الفيديو ده، خلي كمان المشاهدين دلوقتي يستفيدوا من الفيديو للي ما شافوش. الملخص بتاع الفيديو لو هنقوله في دقيقتين، لان الفيديو 12 دقيقه، انه علاقه الاخوات ببعض كل ما نتدخل فيها اقل كل ما يكون احسن. حلو. فدي يعني المقارنات بتبوظ العلاقه، المنافسات بتبوظ العلاقه، فكل ما احنا نقلل من الحاجات دي كل ما هم علاقتهم تتطور بشكل طبيعي، ويكتسبوا مهارات في التعامل مع بعض هتنفعهم وتفيدهم بعد كده في التعامل مع الناس وفي التعامل مع المجتمع. يعني انت شايفة ان دور الحكم احيانا اللي الام بتعمله، او الحكم اللي الاب بيعمله في اخ كبير واخ صغير، اخ بيسيطر على الصغير، اخ صغير مش عارف احيانا يدافع عن نفسه، ده غلط؟ فاحيانا كتير بيكون غلط، بس احيانا بيكون ضروري جدا لما الموضوع يوصل لمرحله الخطر وناس هتضرب بعض بقى، وهيبقى فيه يبقى على حسب يعني الموقف نقدر نتدخل. بالزبط. او ما نتدخلش. بالظبط. فهو حتى أوكي. الكتاب بيقسمهم لاربعه ليفل، يعني لو في ليفل اللي هو بس بينكشوا في بعض فده احنا المفروض نتجاهله تماما وما نتدخلش. طيب. ليفل يعني كل ليفل وليه التدخل اللي نقدر نتدخل فيه او ما نتدخلش اصلا. جميل جميل. بتلخصي كتب ليها علاقه بالتربيه اكتر، وليها علاقه بالاسلوب اللي ممكن نتعامل بيه مع الولاد. فكره التلخيص دي في حد ذاتها فكره لطيفه، هقول لك ليه. لانه يمكن في ناس ما عندهاش من الوقت ما يسمح ان هو يقرا الكتاب كله، بس فكره ان انا باخد الملخص وباخد المفيد دي برضو احيانا بتكون مفيده. جات لك منين فكره التلخيص بشكل عام؟
دي فكرة قديمة جدا بقى، من زمان جدا، واحنا دايما كنا نتلم كده الصحاب ونقول ما كل واحد يا جماعة يقرا كتاب وبعدين ويلخصه نقعد لنا. يلخصوا، فنبقى قريت كتاب واحد بس استفدت بخمسة مثلا. فدي كانت فكرة، كان طموح يعني عمره للأسف ما اتحقق، بس مع السوشيال ميديا وكده لقيت انها ممكن يتحقق، فعشان كده عملت البيج وخليتها لناس كتير، يعني مش انا بس اللي على البيج، في ناس تانية ممكن تدخل، يعني معايا انور، معايا ايمان، كل يعني ناس بتبعت لنا عايزين نعمل فيديوز معاكم، بنرحب بيهم جدا، ويكون فرصه انه ناس كتير في مجالات مختلفه مش بس تربيه يلخصوا كتب ونفيد بعض كلنا. جميل. ازاي وانتي بتلخصي بتراعي اهم النقط اللي لازم تاخدي بالك منها، وانك ما تفقديش النقطه دي او ما تعبريش عنها بوجهه نظرك انت الشخصيه، لان احيانا ممكن وانت بتكتبي التلخيص ده تقولي رايك غصب عنك، ولا ما بتقوليش رايك خالص؟ لا ده حقيقي طبعا، ده مش بس ممكن اقول رايي، انا ممكن كمان اسقطها على خبره او على موقف حصل لي انا شخصيا. وعشان كده يعني هو احنا مشاكل الناس غالبا في التربيه متقاربه جدا، بس كل الاحوال انا دايما بقول في الفيديوز بتاعتي يا جماعه اقروا الكتاب، هو ده ملخص، اللي ما عندوش وقت هينفعه، بس اللي عنده وقت ويقدر يقرا الكتاب اكيد هيلاقي فيه حاجات ممكن اكون انا مركزتش عليها عشان هي مش مشكلتي. فممكن عشان هي مشكله حد تاني، فلما يقرا الكتاب ياخد باله منها. صحيح، القرايه مهمه. صحيح، القرايه مهمه جدا، واللي انت بتعمليه ده كمان مهم قوي قوي، وتجربتك في انك تساعدي الاهالي وتحديدا الامهات في ان هم يتفادوا الوقوع في اخطاء كتيره جدا كلنا بنقع فيها، مفيش حد فينا ما بيقعش فيها، مفيش حد فينا ما عندوش تحفظات على الطريقه اللي اتربى بيها وغصب عنه بتتعكس او بتنعكس على الولد او البنت اللي موجودين عنده في البيت او ولاده ايا مكان عددهم يعني. واحنا الحقيقه في زمن اعتقد انه فكره وجود اللايف كوتشز، فكره وجود الكونسلرز، فكره وجود الدكاتره، فكره وجود القراء بشكل عام اللي بيكونوا حريصين على ان هم يزودوا معلومين في الموضوع ده جدا جدا جدا. انا بشكرك يا رحاب على وجودك معانا، واتمنى ان شاء الله ان احنا المره الجايه تكوني منورانا في الاستوديو. ميرسي.